من 300 سنة فاتت كان في طاعون، من 200 سنة كان في كوليرا، من 100 سنة كان في إنفلونزا أسباني. الأيام دي العالم كله بيواجه تحدي كورونا، فيروس كورونا، لكن لازم نفتكر إن من 2000 سنة كان عندنا البشارة السارة، وكان عندنا الكتاب المقدس اللي بنتغذى بيه طول الوقت. ربما الأيام دي تكون فرصة إننا نفتح كتابنا المقدس وندور فيه. هناخد كلمات النعمة من فم نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف عام كنايس منطقة القبة. أهلا بيك يا سيدنا على شاشة سي تي في. لو تدي ولادك كلمة تعزية وبركة في الأيام اللي الأسرة كلها متجمعة في مكان واحد لمدة أطول شوية من الطبيعي، وفي نفس الوقت مفيش كنايس ومفيش قداسات، كلمة من نيافتك في الأوقات دي. مساء الخير استاذ فريد، انا سعيد اني اكون موجود معاكم. فرصه جميله انه الاسره تتجمع تاني، وكلمه الكتاب المقدس لينا في الوقت ده من سفر حجاي الاصحاح الاول. السفر ده متميز جدا لانه مناسب قوي للظروف اللي احنا فيها دلوقتي، لانه هو عباره عن رساله تحفيز للخدام المحبطين، ودي مناسبة جدا جدا في وقتنا الحالي. الآية بتقول اجعلوا قلوبكم على طرقكم، اجعلوا قلوبكم على طرقكم. ربنا النهاردة بيقول لنا قلبك فين؟ قلبك على الطريق، طريق للأبدية، طريق للسماء. فأنا محتاج أكون باخد الآية دي وأسأل نفسي، وأنا عيني على الطريق، عيني على الأبدية، عيني على السماء. الآية دي تحتها ثلاث نقط جميلة خالص. بيقول كده اصعدوا إلى الجبل، ائتوا بخشب، ابنوا البيت. اصعدوا إلى الجبل، فرصة أن احنا نتدرج شوية شوية في الهدوء اللي احنا فيه، أو في الوقت اللي احنا فيه، ومساحة الوقت اللي احنا فيها، أني أطلع درجة، أطلع درجة في كل حاجة، مش بس بتكلم في حياتي الروحية، لا ده أنا هطلع درجة في حياتي مع أسرتي، هطلع درجة في قرايتي، هطلع درجة في اهتمامي بأسرتي، هطلع درجة في مهاراتي. اصعدوا إلى الجبل، الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا. اصعد يعني اطلع درجة. موسى لما طلع على الجبل قابل ربنا، لكن طول ما احنا تحت هنتخاف وهنقلق وهنبقى فاتحين التلفزيون 24 ساعة وشايفين الأخبار، مضطرب. أول خطوة، أول درجة ربنا يقول لنا عليها اصعدوا إلى الجبل. لو بتتنرفز من كل حاجة اهدى شوية، اصعد إلى الجبل، اطلع درجة. بتتكلم مع كل الناس بطريقة صعبة، لا، ابدأ صلح كلماتك، اصعدوا إلى الجبل. لو مش بتليك وقفة صلاة، اصعد إلى الجبل. تعال نجرب النهاردة، أنا ما كنتش عندي وقت أني أقف أصلي، فكنت محروم من المتعة بأني أكون مع ربنا. اصعد إلى الجبل، اطلع درجة، ادخل أوضة وقعد اتكلم فيها مع ربنا. اصعدوا إلى الجبل، كلمة دي فيها أعماق كتيرة قوي، أدعوكم أن أنتوا تفكروا فيها. يقول لي ابنوا البيت، تالت نقطة، ابني البيت، اشتغل بقى، أنا خدت النعمة وخدت البركة، انزل اشتغل، ابنوا البيت. كلمة دي مهمة جدا في الفترة دي، ابني البيت، ابني حياتك الروحية، ابني حياتك العائلية، ابني علاقة ود مع أولادك في البيت، ابني مكان ليك في السماء، ابنه البيت. بيت ربنا مش حجارة، بيت ربنا مش مبنى بندخل فيه وإحنا زعلانين قوي إن إحنا مش متواجدين في البيت دلوقتي، لا، ابنه البيت دي معناها كويس جدا إنه البيت اللي جوايا، الهيكل اللي جوايا. وده إصحاح التاني من سفر حجاج يقول كده مجد البيت الثاني أفضل من مجد البيت الأول. ليه؟ لأنه مجد البيت الثاني هو الله الحال فينا وحال فيه وسطنا. فيجي يقول كده اطلع للجبل، ائتي ببركات الصليب، ابني البيت، ابني بيتك،
ابني، أسرتك، صلح الطوب اللي اتكسر فيها، صلح رؤيتك للمذبح، صلح رؤيتك للخدمة، ابني علاقة جديدة مع مخدومينك، ابنه البيت. التلات نقط دول ينفذوا أو يحققوا الآية الأساسية اللي هي كانت اجعلوا قلوبكم على طرقكم. آية موجودة في سفر حجاج الإصحاح الأول، أدعوكم أن أنتوا ترجعوا النهاردة تقروها وتذكروها، لأن هي جميلة جدا جدا جدا. ربنا يبارك حياتكم، بشكر جدا جدا حضرتك. كلمات غالية من فم من يفتك، اصعدوا إلى الجبل، ائتوا بخشب ابنه البيت. كلمات غالية محتاجين نتأمل فيها كتير جدا، اللي خدناها من فم من يافة الحبر الجليل أنبا مخائيل، أسقف عام كنائس منطقة القبة. بنشكر نيافته على وجوده معنا وبركة كبيرة، ونرجع نتأمل في آيات ربنا يسوع المسيح. شكرا لحضراتكم.